الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون الأحوال الشخصية 2 للدكتور أسامة الحموي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول أبو علي. سوف يغطي هذا التسجيل الجزء الرابع والخامس من الوحدة التعليمية الأولى بعناوين العوارض التي تنقص الأهلية والعوارض التي لا تنقص الأهلية ولكن تؤثر في بعض الأحكام، من الصفحات 15 حتى 27. الجزء الرابع العوارض التي تنقص الأهلية. أولا الصغر مع التمييز، وقد سبق الكلام عنه أثناء الحديث عن الأهلية. ثانيا العته، عرفه الجرجاني بأنه آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره. وقيل المعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. أما حكم المعتوه من حيث أهلية التصرف أو الأداء فهو كأهلية الصبي العاقل المميز، إذا كان المعتوه مميزا فيثبت له أهلية أداء ناقصة تبيح له التصرف فيما هو نافع له نفعا محضا، وتصح تصرفاته فيما هو متردد بين النفع والضرر إذا أذن له الولي، ولا تصح منه التصرفات الضارة ضررا محضا كالتبرعات. وقد سبق تفصيل ذلك عند بيان حكم التصرفات والعقود الصادرة عن الصبي المميز. أما إذا كان المعتوه غير مميز وغلب على أمره فذهب عقله، فإنه يعد مجنونا، وتأخذ تصرفاته حينئذ حكم تصرفات المجانين فتكون باطلة. وهذا التفريق بين المعتوه المميز وغير المميز ذكره بعض الحنفية، وهو تفريق حسن. أما القانون فقد عد المعتوه كالمجنون في تصرفاته، ولم يفرق بينما إذا كان مميزا أم غير مميز. لذلك فإن جميع أحكام المجنون من حيث الحجر وصحة التصرفات وبطلانها تنطبق على المعتوه. ثالثا السفه. السفه في اللغة يطلق بمعنى الخفة والحركة، يقال سفهت رياح الثوب إذا استخفته وحركته. والسفه اصطلاحا عرفه الجرجاني بأنه خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع. والسفه هو التصرف بالمال على غير وفق العقل والشرع، وذلك كالتبذير والإسراف في المباحات أو التبذير والإسراف في التعاطي المالية. والسفيه من يسيء في استعمال حقوقه وينفق المال في غير موضعه على خلاف هدي العقل والشرع. حكم السفيه وهل يحجر عليه؟ والحجر بمعنى المنع من التصرفات القولية. هنا للفقهاء في هذه المسألة قولان. القول الأول للإمام أبي حنيفة، وهو أن السفه لا يؤثر في الأهلية، فلا يحجر على السفيه إلا في حالة ما إذا بلغ سفيها أو السفه المرافق للبلوغ، فإنه يبقى الحجر مضروبا عليه ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن 25، فيدفع إليه عندئذ ماله سواء أونس منه الرشد أم لم يؤنس. وقد آثر أبو حنيفة إهدار مالية الإنسان على إنسانيته. أما القول الثاني فهو قول جمهور العلماء ومنهم الصاحبان من الحنفية، وهو الراجح في المذهب، حيث قالوا إن السفيه يحجر عليه ويمنع من العقود والتصرفات سواء كان السفه متصلا بالصغر بأن بلغ سفيها أم كان طارئا بعد البلوغ والرشد. فإذا بلغ سفيها ولم يؤنس منه رشدا لا يدفع إليه ماله، وكذا إذا أصابه السفه بعد البلوغ والرشد فإنه يضرب عليه الحجر فيمنع من العقود والتصرفات. ننتقل الآن إلى الجزء الأخير من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان
عوارض لا تنقص الأهلية ولكن تؤثر في بعض الأحكام. أولاً، الدين المستغرق، أي مع التفليس. إذا ثبت في ذمة الإنسان دين وصار الدين أكثر مما يملك، فهذا يدل على خسارته وتفليسه، فهل يجوز الحجر عليه إذا طلب غرماؤه ذلك؟ هنا اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الحجر عليه، لأن الحجر لا يكون عنده إلا بستة أسباب هي الصغير والمجنون والرقيق والمفتي الماجن والطبيب الجاهل وأخيرا المكاري المفلس، وقد منع الثلاثة المذكورين أخيرا من مزاولة أعمالهم من باب رفع الضرر عن الناس أو دفعه. هنا لابد أن نوضح، المجهون في الأصل هو غلظ الوجه وقلة الحياء، والمقصود من يفتي بجهل، والمكاري المفلس هو من يكري إبلا ونحوها وليس له إبل ولا مال. قال أبو حنيفة: وللقاضي حبس المدين حتى يعلم ماله، فإن تبين أنه مفلس لا مال له خلى سبيله، لأن الحبس لا يشرع إلا للمماطلة، فإن وجد القاضي له مالا أمره ببيعه، بيع تلجئة أي اضطرار وإكراه، أو باعه عليه حتى يوفي دينه، ولا يبيع عقاره، وإنما يبيع ما سوى ذلك من الأعيان المالية مما زاد عن حاجته وحاجة أهله، كثيابه ونحوها من الأعيان التي لا يحتاجها في الحال. وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من الحنفية، وقولهم هو المعتمد في المذهب، إلى أن القاضي يحجر على المدين المفلس ويمنعه من التصرف، ولهم في ذلك تفصيلات. فقال الصاحبان: للقاضي أن يحجر عليه ويمنعه من التصرفات التي تضر بالغرماء كالتبرعات أو الهبة والصدقة، كالتبرعات كالهبة والصدقة وكالبيع مع الغبن، فإن باع بغبن خير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ كبيع المريض مرض الموت. وقال المالكية بأن تصرفاته قبل الحجر لا يصح منها ما كان بدون عوض كالهبة ونحوها، أما بعد الحجر فلا ينفذ شيء من أفعاله وتصرفاته بعوض وغير عوض. وقال الشافعية: إذا تصرف ببيع ونحوه فإنه يوقف، فإن كان فيما هو فاضل عن الدين نفذ وإلا فلا. وأجاز له البيع والشراء في الذمة، أي السلم الذي هو بيع آجل بعاجل. وقال الحنابلة: لا يصح بيعه ولا تبرعاته ولا البيع في الذمة سلما، لأن حق الغرماء يتعلق بماله لا بذمته. ثانيا، مرض الموت. مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز الإنسان فيه عن القيام بواجباته وأعماله المعتادة، ويتصل بالموت ويمتد سنة على وتيرة واحدة. ومرض الموت لا تنقص به الأهلية، ولكن تتغير بعض الأحكام الناتجة عن أهلية الأداء، وهذه بعض منها: 1- يصح تبرعه بأمواله بحدود الثلث استحسانا عند الحنفية كالوصية والهبة والصدقة والوقف، وما زاد عن الثلث يوقف على إجازة الورثة. 2- يوقف بيع المحابات وهو المشتمل على غبن، وهذا مذهب الجمهور. 3- ترث من المريض مرض الموت زوجته المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت إذا مات وهي في العدة. 3- النسيان. النسيان لا يسقط أهلية الوجوب ولا الأداء، ولكنه يغير بعض الأحكام، فهو عذر في إسقاط الإثم عند الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمرفوع هنا إثم المذكورات، وهي الخطأ والنسيان والإكراه، وهو عذر في العبادات بشرطين: الأول
أن يكون هنالك مذكر للناس ينبهه إلى ما هو فيه من العبادة، والثاني أن يكون هنالك داع للفعل الذي فعله ناسيا، مثل أكل الصائم في رمضان فإنه عذر، أما أكل المصلي في الصلاة فليس بعذر، ولا يعد النسيان عذر في المعاملات المالية. رابعا، الحيض والنفاس. الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في أيام من كل شهر غالبا حسب عادتها، والنفاس هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عقب الولادة، والحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء، إلا أنهما يغيران بعض الأحكام، فالحيض والنفاس يسقطان الصلاة عن المرأة حال وجودهما، ولا تطالب بقضائها بعد انتهائهما، ويؤخران الصوم عنها إلى ما بعد انتهائهما، وهنالك أحكام أخرى يمكن أن تتغير حال وجود الحيض والنفاس، كحرمة المعاشرة الزوجية والصلاة والصوم والطواف بالكعبة والمكث في المسجد وقراءة القرآن. خامساً، الجهل. المراد بالجهل هنا هو الجهل بالأحكام الشرعية أو الوقائع التي يبنى عليها التصرف، والجهل بالأحكام لا أثر له في الأهلية، ولكنه عارض يغير بعض الأحكام، فمن الجهل ما لا يعد عذراً أصلاً للقاعدة الكلية، لا عبرة بالجهل في دار الإسلام. وهنالك حالات يعذر فيها الجاهل عذراً متفاوتاً، فالجهل الناشئ عن اجتهاد سائغ هو عذر مقبول ويجوز القضاء بحسبه، والجهل الناشئ عن شبهة وخطأ كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته فهذا عذر يسقط الحد، والجهل الناشئ عن عدم العلم بأحكام الشريعة الإسلامية في غير دار الإسلام كمن كان جديد العهد بالإسلام أو نشأ في موضع بعيد لا يوجد فيه علماء ينشرون الأحكام الشرعية وفعل ما هو محرم من غير أن يعلم بحرمته فهذا عذر مقبول لا يؤاخذ صاحبه بنتائجه. سادسا، الهزل، وهو أن ينطق المكلف باللفظ ولا يقصد به إيقاع معناه الحقيقي والمجازي، والهزل لا يعدم الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض أحكامها، فإذا نطق الشخص بعبارة لا يريد بها إنشاء تصرف أو عقد، وإنما قصد الهزل والاستهزاء والعبث، مستخدما صورة العقد القولي وألفاظه، فهل يعتد بعبارته وينعقد العقد؟ أم أن الهزل يمنع انعقاد العقد؟ هنا اختلف العلماء في المسألة على قولين. الأول، مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم وأكثر المالكية، حيث قالوا إن الهزل يمنع انعقاد العقد في عقود المعاوضات المالية كالبيع، وكذا في العقود التي محلها المال كالهبة والوديعة والعارية، ولا يترتب على عبارة الهازل فيها أي أثر لعدم تحقق الرضا أو بالقصد الذي تقوم عليه الإرادة العقدية. ويشترط عند الحنفية أن يذكر الهزل صريحا باللسان أو أن يتواضعا ويتفقا على ذلك قبل العقد. ويستثنى من ذلك عند الحنفية خمسة تصرفات هي الزواج والطلاق والرجعة والإعتاق واليمين، فلا يمنع صحتها أو انعقادها، فتصح هذه التصرفات الخمسة من الهازل وتصح عبارته فيها وتترتب عليه آثارها الشرعية. وسبب استثناء هذه الخمسة هو حديث صلى الله عليه وسلم إذ قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتاق، وفي رواية أخرى اليمين. أما القول الثاني فهو مذهب الشافعية في الراجح عندهم، حيث قالوا إن عقود وتصرفات الهازل كلها تنعقد وتترتب عليها أثرها على الرغم من وجود الهزل، سواء كانت العقود والتصرفات من المعاوضات المالية كالبيع والإجارة أو غير المالية كالزواج والطلاق، وذلك عملا بالإرادة الظاهرة لا بالقصد الداخلي، وحفاظا على مبدأ استقرار العقود والمعاملات فلا يلتفت إلى دعوى الهزل. سابعا، الإكراه،
هو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته بوسيلة مرهبة أو بتهديده منها. والإكراه نوعان: واحد الإكراه الملجئ أو التام، وهو الإكراه الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار ويكون بالتهديد بقتل أو قطع عضو أو بإلحاق أذى شديد كالضرب المبرح أو الحبس المديد أو إفشاء سر خطير أو عمل مهين لذي جاه وغيرها من الوسائل الشديدة القوية على نفس المكره. وهنا هنالك ملاحظة أن الإرادة أعم من الاختيار وهو أخص من الإرادة، والرضا أخص من الاختيار، والإرادة مجرد اعتزام الفعل والاتجاه إليه، أما الاختيار فمعناها التمكن من ترجيح فعل الشيء أو تركه، أما الرضا فهو الرغبة في الفعل والارتياح إليه، والاختيار يكون صحيحا إذا صدر عن إرادة حرة، ويكون فاسدا إذا كان ترجيحا لأهون الشرين. ومعنى كون الإرادة أعم من الاختيار أن المريد قد يكون متمكنا من خلاف ما يريد أي مختارا، أو غير متمكن أي مكره، ومعنى كون الرضا أخص من الاختيار أن الإنسان قد يكون مختارا ومتمكنا من عدمه ولكنه غير راض به وغير مرتاح له، كمن يقاتل دفاعا عن نفسه لا رغبة في القتال. النوع الثاني من الإكراه هو الإكراه غير الملجئ أو الناقص، وهو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، ويكون بوسيلة خفيفة كالتهديد بقيد أو حبس غير مديد مثلا يوما واحدا فقط، وكذا التهديد بضرب خفيف كاللطمة. أما شروط الإكراه فقد ذكر العلماء 5 شروط لتحقق الإكراه، وهي: 1- أن يكون إكراها بغير حق مشروع، فلو كان الإكراه على حق مشروع كإكراه القاضي المدين على بيع ماله لقضاء دينه فالإكراه هنا لا يؤثر في صحة البيع. 2- أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، فإن لم يكن قادرا لم يكن إكراها مفسدا للتصرفات، والقادر على الإكراه إما أن يكون سلطانا ونحوه أو أن يكون بالتسلط كاللص ونحوه. 3- أن يكون الإكراه بالتهديد بما يتضرر به المستكره تضررا شديدا كالقتل وإسلاف عضو والضرب الشديد. 4- أن يغلب على ظن المستكره وقوع أو نزول الوعيد به. 5- أن يفعل المستكره التصرف المطلوب منه في حضرة المكره، فإن فعله في غيبته كان تصرفا صحيحا لزوال الإكراه، أي مما يعني لا أثر للإكراه هنا. أثر الإكراه في العقود والتصرفات: الإكراه لا يفقد الأهلية ولكنه يغير بعض أحكامها، ويمكن بيان ذلك عبر المذاهب الفقهية، ففي هذه المسألة مذهبان. المذهب الأول وهو مذهب الحنفية، ذكر الحنفية أن الإكراه بنوعيها الملجئ وغير الملجئ لا ينافي الأهلية بنوعيها أهلية الوجوب وأهلية الأداء ولا ينقصها، ولكن أثر الإكراه يختلف عندهم باختلاف نوع التصرف أو العقد، ولذلك قسموا التصرفات إلى قسمين. القسم الأول: تصرفات لا تقبل الفسخ بطبيعتها ولا يشترط الرضا لصحة إنشائها، وهي ما عبروا عنها بقولهم ما يستوي فيها الجد والهزل، وهي 5: النكاح والعتاق والطلاق والنذر واليمين. فهذه التصرفات الخمسة لا يؤثر في صحتها الإكراه، فهي تصح مع الإكراه قياسا للإكراه فيها على الهزل بجامع عدم وجود القصد من المكره في كل منهما. وقد ورد في الحديث عدم تأثير الهزل فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية: النكاح والطلاق والعتاق. أما القسم الثاني فالتصرفات والعقود التي تقبل الفسخ ويشترط الرضا لإنشائها كالبيع والإجارة والرهن وإلى آخره. فقد ذهب أبو حنفية إلى أن الإكراه بنوعيه الملجأ وغير الملجأ يفسد هذه العقود والتصرفات لأنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار. أما المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور، قالوا: الإكراه يفسد العقود والتصرفات كلها، الإكراه يفسد العقود والتصرفات كلها ويبطلها،
سواء كانت من العقود القابلة للفسخ كالبيع والإيجار والهبة، أم كانت من العقود والتصرفات غير القابلة للفسخ كالزواج والطلاق. فكل عقد أو تصرف وقع بسبب الإكراه لا اعتبار له ولا أثر. واستدلوا لذلك في الطلاق بحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وفسروا الإغلاق بالإكراه فكأن المستكره أغلق عليه الباب ومنع من الخروج. واستدلوا أيضا بحديث آخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقد أخبر منطوق الحديث أن كل ما استكرهوا عليه عفو لا يؤخذون به، لذلك فإن التصرفات الشرعية تكون مع الإكراه باطلة لا أثر فيها. ثامنا الخطأ، وهو أن يحصل التصرف من المكلف من غير أن يقصده أصلا، والخطأ لا يتنافى مع الأهلية ولكنه يعد عذرا في حقوق الله تعالى كالعبادات فيرفع الإثم، كصائم تمضمض في الوضوء فدخل الماء إلى جوفه فهو معذور عند الشافعية ولا يفسد صومه، أما عند الحنفية معذور في عدم الإثم بينه وبين الله تعالى وغير معذور في فساد صومه، فينبغي له القضاء. أما في حقوق العباد فلا أثر للخطأ فيها مطلقا، كمن أتلف مالا لإنسان يظنه مالا فإنه يضمنه. تاسعا السفر، السفر لا يفقد الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض الأحكام فيكون سببا في تخفيف بعض الواجبات الدينية، حيث تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويباح الإفطار للصائم المسافر في رمضان، ويمتد أجل المسح على الخفين من يوم وليلة للمقيم إلى 3 أيام ولياليها للمسافر وإلى آخره. نهاية الوحدة التعليمية الأولى. ننتقل الآن إلى تمارين الوحدة التعليمية الأولى. اختر الإجابة الصحيحة. أولاً، صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه هو مفهوم: 1- أهلية الوجوب، 2- أهلية الأداء، 3- أهلية الوجوب الناقصة. الجواب الصحيح هو رقم 1- أهلية الوجوب. ثانياً، تقسم أهلية الوجوب إلى أهلية وجوب: 1- ناقصة، 2- كاملة، 3- متوسطة. الجواب الصحيح رقم 3 متوسطة. ثالثا، صلاحية الإنسان وهو في طور الاجتنان لثبوت بعض الحقوق له هو مفهوم أهلية: 1- أهلية الوجوب، 2- أهلية الوجوب الناقصة، 3- أهلية الأداء الناقصة. الجواب الصحيح رقم 2 أهلية الوجوب الناقصة. رابعا، الأهلية التي تثبت للإنسان بمجرد ولادته حيا هي أهلية: 1- الوجوب الناقصة، 2- الأداء الناقصة، 3- الوجوب الكاملة، 4- الأداء الكاملة. الجواب الصحيح رقم 3 الوجوب الكاملة. خامسا، صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا هو مفهوم أهلية: 1- أهلية الوجوب، 2- أهلية الأداء، 3- أهلية الوجوب الناقصة، 4- أهلية الأداء الناقصة. الجواب الصحيح رقم 2 أهلية الأداء. سادسا، الأهلية التي تبنى على قدرة فهم خطاب المشرع والعمل بمقتضى هذا الخطاب هي أهلية: 1- أهلية الوجوب، 2- أهلية الأداء، 3- أهلية الوجوب الناقصة. الجواب الصحيح هنا رقم 2 أهلية الأداء. نهاية تمارين الوحدة التعليمية الأولى ونهاية التسجيل.